اللي هي في مجلس الهيئه المديره التنميه. الازازه العامه هذه مش قانونيه. شو نقول لكم انا؟ لان الهيئه المديره سيبوزي هي قانونا ما عندها حتى صفه. وقع عليها التاريخ 13 جوان 2016 عمل الهيئه المديره. ودعاوا الجلسة العامة انتخابية. وتأجلت الجلسة العامة هذه ثلاث مرات وخرج بيان 20 سبتمبر. الهيئة اللي عينتها الهيئة المديرة اللي هي عينتها الجلسة العامة لكن مش ممكن مش ممكن قالوا انه مش ممكن اجراء يعني حل نفسها عدم وجود الصفه ما نجموش يتموا الاجراءات نتاعهم وطلبوا في البند الثالث من الكومونيكي اللي عملوه طلبوا من رئيس النادي باش يقوم بالاجراءات القانونيه لتفادي الفراغ والاجراءات القانونيه الواحده والجلسه عامه انتخابيه اخرى باش تنتخب هيئه مديره لكن ما راهم كان التاريخ أظن 21 سبتمبر 2016 وقع بيان من رئيس النادي يعلن فيه عن الهيئة التسييرية وأنا فما فرق بين الهيئة المديرة والهيئة التسييرية الهيئة المديرة لما ضمها قانون عام قانون سنة 95 هذا 11 وما ضمها قانون داخلي للنادي الفصل 34 للفصل 40 والهيئة التسييرية ينظم القانون الداخلي الفصل 41 والهيئة التسييرية هي يعني تعمل برؤساء الفروع المدير الرياضي إلى غير ذلك لكن ما رأينا أنه في وسط البيان هذايا وقع انتخاب سي ترودي ككاتب عام للنادي تعيين سيدي ككاتب عام للنادي الشيء هذا خرج من القانون تاع سنة 95 اللي هو الكاتب العام يجب انتخابه من طرف الجلسة العامة ولذلك على هذا الأساس نقول وأنه الهيئة المديرة الحالية ما عندها حتى صفة قانونية ولذلك باش نقول لك فوتوري كونكليزيون من هالفراغ القانوني هذا و الصفه القانونيه نتاع الجلسه الحاليه هذا من الناحيه القانونيه في 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 الصالح هذا نفسه فما مشكل المراقبه الحسابات المراقبه اللي عملتها سي فما زوج اسامي فما تقارير زوج تقارير ذكروا توا سنة 2015 وسنة 2000 للموسم 2016 لو كان المنظر ما تعرفش الخالق رحالي إذا كان سمعت لي هكا ولا والثاني منظر من سيسي فريعة أنا سمعت مع كل احترامي ليك ما نعرفش أنت سيسي فريعة ولا سي خالق رحالي تعرف بالكدا ان هو لا خالد رحالي ولا وسيم ما نعرفوش ولذلك واصل وصول اصل تاع Thank you.
هو أنه المراقب الحسابات اليوم زاد يقول نشوفوا خلل في تعيين المراقب الحسابات تعيين مسلسل عام ما تعينوش الهيئة المالية، ولذلك يعتبر التقرير نتاعو تقرير داخلي مش تقرير مراقب حسابات قانوني. مراقب الحسابات تعينوا الهيئة العامة ما تعينوش الهيئة المالية. لا علاش التقرير اللي كان حاضر فيه سي خالد الرحالي طلعت انا شخصيا في الجلسه العامه بتاع سنه 2014 وعملت احتراز على القوائم الماليه اللي طرحت في البلدان والفت الانتباه على خلل في المعطيات اللي جات في التقرير المالي. شنو الخلل هذا؟ كان قبل انا تدخل الرئيس المالي وقتها بعض من الحضور أثار موضوع النفقات اللي عملها سليم وشكوا فيها جاء هو قال أنا المبالغ هذه راني جبتها للنادي كهيبة وعملت فيها نادي فهمتني أنا وعملت مراقبة بين القوائم المالية اللي تعطات وبين الكلام اللي كان يقول فيها الرئيس. الرئيس يقول أن المبالغ هذه وقتها في الوقت هذاك تقريبا جدا 34 مليار وان الهيبه لكن في القوائم الماليه محطوطه كدين. وطلبت من الجلسه العامه اقتراح هو انه يقع اصلاح القوائم الماليه وترجع هذه من ديون الى هيبه للنادي. وكان اجماع من تم تضمين هذا في محضر الجلسة حضور سي مجدي الخليفي كان هو رئيس الجلسة وظن كلامي مصغر سي مجدي. لكن اليوم ما وقعش اصلاح ولكن على اساس انت مراقب الحسابات كان مراقب الحسابات كان حاضر وكان هو اولى وعنده اول حاجه يشوفها هو انه وقع اصلاح القوائم الماليه هذه وفسخ الديون هذه وحتى كهيبات ولذلك ما تمش هذايا. وانا نعاود نطلب مره اخرى من الجلسه العامه اصلاح القوائم الماليه وان المبالغ اللي قدمها رئيس النادي واللي صرح بها وعندي تسجيل بتاع الجلسه العامه القديمه اللي قال هذه انا هيبات مانيش مطالب استرجاعها. بارك الله فيك ومشكور تقارير المراقب الحسابات. انا وقت اللي نشوف يعني تحفظات بتاع المراقبين الحسابات سي رحالي سي فريعه نقول كيفاش من الاخر يتم في المصادر هذوما السيكيريزات فوندامونتال سي مجدي سو با يعني أنا في الأول فما أصول يعني مش موجودة في القوائم المالية وفي الأول فما ديون مش متاعنا ويعطي مبالغ متاعها يعني كيفاش أنا نجيب بعد صغير القوائم المالية هذه كمرتب حسابات هذا من الحاجات آخر نقطة آخر نقطة ما نحبش نطول آخر نقطة هي التسلسل في ديون المالية. أنا عملت جدول سيت وخيط من سنة 2010 يعني بعد الثورة لليوم. نجي نشوف في ثلاثة معطيات. في أموال الجمعية اللي هي يعني عند المنظومات المحاسبية باش نبسطها نقولوا الكابيتال عندي كيف الكابيتال كنادي ولا كشريك شنو الكابيتال بتاعك شنو الكابيتال بروبر بتاعك. في سنة 2010 كان عندنا 600 مليون كأموال الجمعية. 2012
ولو عنا إلا 4,600,000,000 في سنة 2012 هذا التاريخ الإحداثي. الهيئة الدولية العربية عملية تسيير النادي يعني آخر مونداتا في جمال عبد الوسط. نمشيو بعد 2013 إلى 19,000,000 دينار، 2014 إلى 31,000,000 دينار، 2015 إلى 51,000,000 دينار، 2016 إلى 66,000,000 دينار، 2017 إلى 76,000,000 دينار. الديون 2010 كانت 2,700,000,000، 2012 كانت في مولانا في جمال 9,146,000,000، 2013 30,000,000، 2014 43,000,000، 2015 61,000,000، 2016 75,000,000، 2017 يا شعبي 81,946,000,000. العجز المالي العجز هذول سيدي كلينا انا عايز اذكرهم مش كلام الكوريين. انا يخوفني مستقبل جمعيتي، مستقبل جمعيتي. انا كنت نشوف مش كلام هذوما شكون منهم مش يشد الجمعيه، شكون منهم مش يخدم على الجمعيه. $9,000,000,000 دينار. يعني ولكم سديد النظر، بارك الله فيكم.